بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، يتلوه على مسامعكم أحد أنصاره إلى الله. وقد قمنا بتحديد الوقت لكل صفحة، وحتى يتسنى رفع البيان في اليوتيوب ولمراعاة الوقت المحدد في اليوتيوب، رجاء اعمل على استخدام زر الإيقاف عند قراءة الصفحة حتى تنتهي من قراءة الصفحة. سأعمل على وضع مؤشر أسفل الصفحة تحت الكلمة الأخيرة من كل صفحة، والتي سوف تكون الكلمة الأولى عندما تتغير الصفحة إلى الصفحة التي تليها. عند انتهاء وإتمام القراءة استخدم زر التشغيل لمواصلة القراءة، وهكذا دوا عليك حتى يتسنى لك قراءة كل البيان باستخدام زر الإيقاف وزر التشغيل. وشكرا على حسن استماعكم. هذا البيان بعنوان رد صاحب علم الكتاب المهدي بالجواب من الكتاب الأولى لأولي الألباب حول مواقيت الصلاة الخمس عمود الدين. Thank you.